وقود. أنا متعبة جداً. يا جوعي. هانت يا صغيري، سنصل قريباً نادي كريسلين ونعيش الاستراحة، الاستمتاع والاستجمام. أقصد لحظة، عقلي الصغير لا يحتمل. شوكولاتة؟ القفزة الشوكولاتية. صعب عليك عدم القفز ولو لمرة. طيب. لو رآها بن. لقد سمعت اسمي يا جوان، فجئت في لمح البصر. خير؟ لا عادي. لا تقلق بشاني. واو، صورتي الفضائي المتحول، بطل أو وحش؟ أو بن، كلام جرايد. أنا هو البطل. أو بصراحة ممكن بصل مش بطل. جوان، العنوان بطل. أوكي، استنى عندك يا بصل بطل. أنا بطل. أنا بطل. أنا بطل. لا أصدق. لو سمحت، العفريت الصغير معك. هيا يا جوين إلى الاستجمام. وصلنا يا صغيري. هذا المكان رائع. هل الجو بارد يا جماعة؟ مرحبا، أهلا بكم في نادي كريسلان. معكم شاستا فاي، أنا صاحبة هذا النادي. شاستا، من أين جاءت؟ أنا أشعر بمدى حاجتكم لي. هيا لنبدأ رحلتكم للاسترخاء والاستجمام. سلامة ملابسنا. رائع، أكل ببلاش. هنا في نادينا نقدم جلسات اليوغا وجلسات المساج وأيضاً الماسكات الطبيعية الرائعة. سلطة خيار. اسمحوا لي أن أقترح عليكم أفضل حل للاسترخاء، الينابيع الساخنة. سأترككم للاسترخاء، اتصلوا بي لأي خدمة. أكيد، لكن كيف نتصل بك؟ شاستا. هذا ما كنا نحتاجه بالضبط، راحة واسترخاء واستجمام. من أين جاءت ملابس السباحة؟ بلا أسئلة يا جوين، مجرد استرخاء. صح، معك حق. أخبارك يا بن؟ ستكشفينني. أكشفك؟ جوين، أنا نجم وللشهرة معجبون. صدقت كلام الجرايد؟ جرايد؟ بان، قلت لك خزعبلات ومجلات، لا تصدق كل ما تقرأه، كله مجرد كلام في كلام في كلام في كلام. العدالة فعالة وصادمة. برافو بان. لا شكر على واجب. أنا الأروع. مكان ولا أروع. إن صديقي معه حق فعلاً. نعم، عندي أصدقاء. لما الأخوين باك باك هنا؟ حتى الشريرين يحتاجان لبعض الراحة بالتأكيد. روب موريس واسع جداً عليه. ولا كلمة يا جوان، وجودهم يعني الخطر، سأتدخل. لحظة يا بنت. جميل الاسترخاء، صحيح ساد؟ قف مكانك. بن تينيسون، لا أصدق عيني. صدق أو لا تصدق، هذا جئتما بالمشاكل. لقد جئنا للاسترخاء، صحيح يا ساد؟ حانت ساعتكما. بالمناسبة